نورة، محطتنا الأولى على اليوم مع أنشطة مشروع أثر التنموي، وبعد مساحة واسعة من الأنشطة الصيفية، شو هي خطط العمل بالنسبة للمخيم الشتوي بما يخص الفئات الخاصة من أطفال التوحد وأيضا صعوبات التعلم والمزيد من المعلومات حول الموضوع؟ رح نكون مع منسق أعمال مشروع أثر التنموي عقاب صقر الحلبي والاختصاصية الاجتماعية والنفسية بالمشروع ميسم الحصرية. يسعد صباحكم. صباحكم. صباح الخير. صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. قبل ما نحكي عن تحضيراتكم للمخيم الشتوي، خلينا نحكي لمحة عن نشاطاتكم خلال فصل الصيف والمخيم الصيفي، لأنه كتير يمكن من الطلاب والأطفال بينتظروا فصلة الصيف ليعبروا يمكن عن حالهم وعن مكنوناتهم وعن قدراتهم بهدول المشاريع. يسعد صباحكم من جديد. الفترة الصيفية دائما هي بنعرفها هيك مفعمة بالحياة، مساحة واسعة للأطفال، مساحة يمكن للربيع، رح نحكي لزيارة الأماكن، مكان في عنا مساحة فاضية للطفل يقدر يخفف التزاماته الشتوية، هي يمكن الدراسة خلال الشتاء. حاولنا نستثمر هاي الفترة بدمج أطفالنا بالفئات الخاصة بالنوادي الصيفية من خلال أنشطة وتطبيقات عملية، مننا زيارات لأماكن أثرية يتعرفوا عليها، منا دمج مع المجتمع بحيث أنه أنا أتقبلهم أكثر لحتى يجي أشخاص يشوفونا أو من الزائرين أنه أنتوا شو نادي صيفي، فبيتفاجئوا أنه فئات خاصة ما نبين عليهم، ما عندهم أي مشكلة، لأنه فعلياً هن ما عندهم أي مشكلة رح نقول جسدية أو شكلياً يعني بالمظهر الخارجي لإلهم، لكن قد يكون عندهم خلل أو اضطراب معين يعالج في داخل المركز، لكن هذا الطفل موجود عندي، موجود معي، ممكن يكون ابني، أخي، متابع عبر الشاشة، متواجد بعض الصور معنا تماماً. بالإضافة لهيك من خلال خطة العلاجية اللي بتحطه المدام ميسم، عم بيكون في عندي اشياء لازم تتطبق على الارض، بمعنى اخر لما الطفل انا عم متعرف اليوم على حيوان او على رح نقول نوع من الشجر، نوع من الفاكهه، على بطاقات، فاليوم انا كثير واجب علي اني اخذه اعرفه عليها، لما بيقطف ثمره يعرف شو طعمتها، لما باخذه على حديقه الحيوان يتعرف على صوته، يحتك بهذا الحيوان بشكل مباشر. هي الانشطه الصيفيه بشكل عام كانت. نعم، رح ننتقل من عندك عقاب لميسم يلي دائما لها حصه هيك مع الاطفال بجميع مراحل هيك العنايه فيهم وخاصه الاطفال، اطفال التوحد، يمكن تجربتك معهم اكبر دليل على التاقلم بيناتكم، فكيف هلا كيف خطه العمل لنشتغل نحو المخيم الشتوي؟ نحن على طول بنتقصد انه لما بدنا نشتغل مع هدول الاطفال نشتغل بمكان يكون بيلائمهم اول شيء، بفرص تكون هي فعلا مفيده لإلهم، لان احنا حتى اللعب بيكون عند اطفال التوحد هو مانو لعب عشوائي، حتى الطبيعه، حتى الرحله، حتى المخيم لازم يكون جدا مدروس، لازم يكون جدا نحن عم نستوفي فيه الشيء اللي اخذه بخططه العلاجيه. مثل ما ذكر من شوي الاستاذ عقاب، نحن على طول بنعرفه مثلا على الفاكهه، على الحيوان الى اخره، فبنحاول نحن نتذكر او بنحاول نعمل دراسة حالة إنه نحن شو عاطينه من قبل، شو الخطط العلاجية اللي مرقت معه حتى ناخده على المكان اللي هو فعلا ممكن يخدم أو ممكن يوظف هاي المعارف أو هذا الكم الأكاديمي اللي صار عنده. بالإضافة للشيء الاجتماعي، فنحن بنقول على طول المخيمات هي بتحمل هذا الاندماج بين الحس حركي وبين الشعوري، فكتير لازم أكون أنا حريصة بإنه يعني هاي النقطة اللي عم تحكيها، الحس الحركي والشعوري، مثل ما عم نحكي إنه دمجهم مع الناس الطبيعيين، فهون هي النقطة المهمة يمكن اللي بشكلها المخيم، إنك ما تحسسي هيدا الطفل إنك مختلف، لا، عم ندمجك مع الأشخاص الآخرين، هي يمكن عم نشوفها بالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير، تماماً ما عاد فيه النظرة المختلفة، زائد شعورهم بالمكان. يعني إحنا مثل ما بنعرف إنه حتى نحنا لما بنكون على البحر يكون عندنا هذا النوع من الشعور اللي هو بيختلف لما بنكون نحن بزحمة العمل أو بزحمة الدراسة، صحيح. بيختلف عن لما نكون بالشارع، بيختلف عن لما نكون بحديقة، فنحن لازم نعمل لهم فصل الحواس، إنه أنا بكل مكان في له انطباع حسي، انطباع شعوري معين،
لازم هذا الطفل فعلا يعيش بتجربته بشكل صحيح. نعم، يعني رح نرجع ننتقل لك عقاب لنحكي أكثر عن النشاط اللي هو المخيم الشتوي. دائما الأهل أو بيقولوا أنه بالصيف خلاص الصيف بس هو للأولاد، لا، قديش مهم يكون في نشاط مستمر طيلة مدى العام لما كمان نحس بالفرق أنه ننتقل من هون لهون، مثل ما ننتقل من البارد للسخن، فقديش لازم يكون على نفس المستوى أنه يكون في أنشطة شتوية يمكن بقدر ما بيتحمل الطفل وخاصة الأطفال التوحد. هلا اذا بدي اقول انا عندي فتره الشتاء فهي ممكن تاخذ احيانا معي 4 شهور شتاء او حسب الجو يعني، فبتكون فتره طويله للطفل انه يداوم هو فقط داخل مراكز. نعم. يعني ما بيعرف شيء غير البيت والمركز، مثل ما بنعرف كثير احيانا اليوم او كثير من الاهل عندهم رح نقول خوف من مواجهه المجتمع بابنهم، كثير اهل عندهم خوف من هذه النقطه. طب انا شو دوري كمركز اليوم؟ كيف اقدر انا تخلي الطفل يضل مستمر بالفتره الصيفيه كلياتها بخطط العلاج تبعه، بالفترة الصيفية هو بالدمج تبعه، بالترفيه تبعه، خلينا نقول التطبيقات العملية اللي عم نشوفها برا، كيف أنا بدي استمر فيها خلال الشتوية أو خلال مخيم شتوي قد يستمر على يومين ليس أكثر، وهو أول كفكرة لأول مرة بتصير بسوريا كمخيم لأطفال احتياجات، احتياجات خاصة أو فئات خاصة. منقول نحن أنه الفئات أو الأشخاص أو الأطفال اللي حيكونوا معنا هن أطفال رح نقول منتقين، لسبب أنا في أنشطة تكون حركية ما فيني أخذ معها طفل قد يكون عنده ممكن يكون خلل بالمشي ممكن أو بأحد الأطراف، أيضا بده يكون الطفل واعي مركز معي عنده، حيكون جلسات تركيز جلسات الانتباه ليقدر يدخل بجلسات ترفيه ويقدر يعرف التنظيم. هذا العمل حيكون داخل مجموعات، قديش أنا حيكون في فائدة للطفل، كل طفل عرفان حاله على مدى يومين انه انا مع هاي المجموعه وهذا المشرف تبعي بغض النظر عن المس اللي هي مترافقه معه داخل المركز او عن والدته اللي مرافقه معه يوميا. فانا عم ادخل لنظام جديد، عم اتعرف على اشخاص جداد قد يكونوا مو من نفس المركز، كمان دمج مع مراكز ثانيه يمكن تكون الفكره، بالاضافه لانه الطفل عندي عم بيحاول هون بهي الفتره يقضي لمده تقريبا 16 ساعه او 12 ساعه، رح نحكي من 12 ل 16 ساعه بعيدين عن الاهل. يعني عم يقدر فتره طويله، هذا الشيء بيكسبه ثقة بنفسه، خلينا نقول هو يقدر يدبر حاله أكثر، يتعرف على مكنونات شخصية أكثر تظهر معه. بالإضافة لهيك هو عم يبعد ممكن نحن نقول الطفل لما بده يطلب ممكن بيبي من ماما دائما أو من المس، هون بده يضطر هو يعتمد على ذاته، على ذاته. هاي الأشياء والمهارات الشخصية اللي نحن عم نحاول نكسبها للطفل خلال أيضا المخيمات الشتوية. ميسم خلينا نحكي كونك اختصاصية نفسية واجتماعية، قديش هاي النشاطات يمكن فعلا يمكن أثر كتير كبير على طفل التوحد، لأنه دائما الأهل بيكون عندهم خوف أنه طفلهم مصاب بالتوحد، يعني عم تواجههم بشكل كبير. نحن عم نلاحظ بالآونة الأخيرة مع التمرين المستمر والدمج المستمر والمتابعة المستمر، طفل التوحد عم يدرس، عم يندمج مع المجتمع، عم يحقق إنجازات، وعم يكون يمكن عنده قدرات أو مواهب أعلى من الطفل السوي. صح. خلينا نحكي عن هاي النقطة بالذات. هلأ كتير بشكر إضاءتك على هاي النقطة لأنه هي فعلا كتير بتهمنا. خليني أقول بمكان الأماكن لو في حدا بده يزعل مني، أنه أحيانا بيكون الخوف وأحيانا بيكون الخجل من أطفالنا. ميسم صارت معروفة إنه هي ما بتخجل بهدول الأطفال. أنا بطلع فيهم على أي سوق، بطلع فيهم على أي حديقة، بمشي معهم وبقضي معهم أحلى ساعات نهاري. خلينا ما نخجل بأطفالنا، خلينا ما نخسر هذا الطفل اللي ممكن يكون مبدع، اللي ممكن يكون هو حدا فعلا معطاء بالمجتمع، لأنه أنا بخجل إنه ابن خاله أو ابن عمه أو جارنا يقول لي إنه ابنك في شيء. كلنا فينا شيء يعني. صحيح. بالنهاية كلنا فينا شيء وما في حدا مننا كامل كلنا فينا شيء، كلنا عنا نقص. خلينا نعترف بنقصنا لأنه على الأقل هو الشيء اللي موجود عنده هو خلل مانو نقص. خلينا نكون فخورين بأنه نحن أصلاً ممكن نعمل إنجاز مع هذا الطفل. هاي النقطة اللي بدي إياك تحكي عنها إنه قديش فعلاً المتابعة لطفل التوحد ودمجه وتدريبه وتمرينه بشكل مستمر، قديش فعلاً الأم شو ما يكون عنده خوف أو تردد، إنه قديش فعلاً فيك تحققي كتير من التفاصيل. تماماً، هو هاي النقطة اللي كنت أنا بدي أحكي عنها. الإنجاز. الإنجاز شو يعني؟ الإنجاز بإني أنا
اسقل كل شيء انا عملته بشكل او جوات المركز او جوات البيت او فينا نقول كشيء اكاديمي بشيء اجتماعي بشيء بيئي بشيء ادراك حسي اطبعه على هذا الطابع الاجتماعي. يعني مثلا انا اليوم بقول للمدربه دربي الطفل انه اذا قلتي له مرحبا يتطلع فيكي، اوكي الطفل كطفل توحد نسخ، فصارت لما تفوت مدربته تسلم عليه هو يرد عليها وهو عم يتطلع فيها، ولكن انا مو هذا الشيء اللي بدي اياه، انا بدي شيء او بدي وصل لمرحله انه هذا الطفل هو يبادر بالسلام وقت يشوف اشخاص غرباء. كان هيدي المراحل المتطوره صحيح تماما، انه لما هو مثلا يسلم اني انا ابتسم هو يبتسم، انه يصير عندنا تبادل حسي تبادل شعوري مثل ما كنا عم نحكي. مره على مره بنصير نحن بندمجه بين اشخاص اكبر منه اصغر منه، لانه احيانا بيكون عندنا نقاط ضعف انه هل رح يندمج مع الطفل اللي قده اللي اكبر منه اللي اصغر منه. هذا الشيء اصلا بيعطينا نحن كاختصاصيين نقله نوعيه بحياه الطفل. زائد بعدين لما بدي بلش انا اقول له انه احنا بنروح على مدرسه نبلش دمج حقيقي، فلازم اكون انا معه شادو رفيقك سلم عليك انت ما سلمت عليه، مو لانه هو مو شايفه بس لانه هو ممكن ما ابتسم له، فهو ناسخ السلام مع الابتسامة. هي النقلات اللي نحن لازم كتير نشتغل عليها بالدمج، انه نحن ننوع الاشخاص ننوع الاعمار ننوع التبادلات الفكرية الثقافية، لانه فعلا طفل التوحد عنده قدرات عالية على التعميم ممكن تأذيه بعدين، وممكن اذا قدرنا نشتغل عليها صح انه هي تعطينا التوب كطفل طبيعي ان شاء الله. يعني قديش مهم انه نعرف شو في داخل الطفل، وهذا نور مو بالامر السهل ابدا، وخاصه على اطفال التوحد. يمكن اضاءت نور على نقطه كثير مهمه، انه هن في عندنا امراض نفسيه كثير مستشريه لاشخاص ما فيهم شيء ما معهم امراض. قديش طفل التوحد عم يتجاوب، يعني المرحله تبع التجاوب تبعه قد ايه متقدمه مقابل اشخاص عاديين ممكن تكرري لهم الجمله 50 مره وما يستوعبوها. كنا بمؤتمر من فترة على هذا الحديث كانوا عم بيقولوا انه طفل التوحد ما له خطر، يعني ما له خطر صح. ولكن بالمؤتمر كنا عم نطرح قديش نسبة التفاوت بالخطورة بين طفل الانفصام بين طفل الانفصام الطفولي او الشخص المنفصم او طفل التوحد. فان طفل التوحد انه هو فعلا ما بيأذي، يعني عقاب هو حدا بالعكس كتير ممكن يحبنا ينسجم معنا، أما طفل أحيانا الانفصام الطفولي ممكن يطلع ويزد حاله لأنه عنده هوس معين. فمثل ما ذكرتي فعلا فعلا أنه نحن في عنا أمراض نفسية هي ما بتكون مبينة نهائيا ولا واضحة ولا واضحة، ولكن هي خطيرة أكثر من طفل توحد يمشي بيناتنا يكون همه بس مثيرات معينة هي لافتة انتباهه يعبر عنها. تتفاجئي في المتابعة قديش فعلا بتأثر بطفل التوحد. يعني ممكن نحن شفنا بكثير من المراكز وتابعنا كثير أطفال بيكونوا انطوائيين وانعزاليين، مع المتابعة والتدريب تلاقيهم بيندمجوا وعم يدرسوا. في حالات بس لما بتقلك انه انا الام كنت بصراع كثير كبير مع ابني وخليته يدرس بتشوفيه صار مثله مثل السليم تقريبا، بس ببعض يمكن تعلم النطق. يعني هون بعض التفاصيل اللي هي ممكن تكون مع اي حد عادي ولكن بتبقى الاضاءه عليها اكبر. ليش؟ لان احنا كامهات على طول بنطلب الكمال. انا بحكي عن اي طفل توحد على انه هو طفلي، فانا بقول انه بكره رح يكمل تاسع. احيانا بشوف ام انه ابنها درس تاسع بصير بدور عليها، يعني بروح بدور عليها بدور على رقمها بدور على انه هي وين ممكن تكون موجوده، انه ابنك اخذ تاسع كيف درس الاجتماعيات كيف درس الديانه كيف، يعني شوفي وين هي النقط اللي بتصيري انت بتبحثي عن حدا سبقك فيها لتشوفي وين نقط الضعف تتجاوزيها. وتشوف مثلا ولد صف 11 انه بكره رح يقدم بكالوريا بتصل بالسنه اللي بعدها انه هو عم يدرس، هو يعني على طول نحن بنحاول ناخذ خبرات الاشخاص اللي هن فعلا وصلوا لمراحل معينه. مع العلم انه انا بعرف شاب حاليا هو جامعه عم يدرس، شخص كمان توحد جامعه، فبتتفاجئي انه فعلا مع المتابعه ما بتخبي بالبيت وبتحبسي، لا بصير مثله مثل اي شخص عادي. وحتى من كم يوم كان عم بيحاكيني شخص على الماسنجر عم بيقول لي ابني مبدع من العشره الاوائل بالرسم، ممكن يشوف جامع او يشوف ينسخ ويتوقع. الشخص اللي حكاني كان اسمه حسان الاسعد، انه ممكن يشوف شيء ويرسمه فعلا بتفاصيله، فبعت لي الرسومات ونحن حاليا عم نحاول
نتواصل لنوصل معه لمكان فعلا يقدر يخدمه، لانه هو فعلا طفل مبدع. فاحيانا بتلاقي مبدعين مختفيين، ويمكن سالي اطفال توحد عندهم قدرات او مواهب مختلفه عن الاطفال السويين. وعطول بقول انه نحن يوم من الايام رح نلاقي ميسي سوريان، رح نلاقي اينشتاين سوريا، وانا ناطره ان شاء الله. يعني يا عقاب، قبل ما هيك نختم مشاريعكم هيك بيبي بشكل مختصر، شو مشاريعكم القادمه؟ هلا بالفتره القادمه اكيد مستمرين كدعمنا الاول لاطفالنا بخطة الدمج. تحضيراتنا مستمرة هلا للمخيم الشتوي، حتكون خلال الفترة القادمة. أعداد كبيرة رح تكون. هلا ما رح نقدر نقول، ما رح أقدر أحصي لك عدد مشان ما أصير زاودة، لكن أنا بقول إذا عندي 20 طفل شاركوا بهذا المخيم، تعلموا عن نظام تخييم عن جد، فأنا هذا الشيء بكون وصلني حقي من المخيم. وتتم لبارك لسيدرة، هي طالبة بمركزنا صف تاسع وطالب صف ثامن كمان، هنا أطفال توحد. اليوم بنشوفهم، قالوا لي كم سنة صار لهم قلم ياخذوا لما أخذوا التاسع؟ هلا يمكن سنتين، بس أنا هدول بشوف حالي فيهم أكثر من طالب يمكن جمع بالكامل مجموعه. أكيد. بسبب إنه عنده خلل معين هذا الطفل، لكن حاول يتعب لقدر يوصل. هذا نحن كثير بنشوف حالنا فيهم. أكيد أكيد. يمكن الحديث عن التعلم والقدرات في التوحد ما بتخلص، رح نضوي عليها بالحلقات القادمة. عقاب وميسم، لنشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق بمخيمكم القادم مع الأطفال، وأكيد رح نكون موجودين معكم. شكرا كثير لكم. أكيد بشرفنا، يسعد صباحكم. كل الشكر لكم ميسم، وأكيد لك عقاب على العمل الإنساني يلي مانو بالأمر السهل، ورا الجهود المبذولة يمكن احنا عم نحقق نجاحات وعم نشوف الأطفال عم يكبروا أكثر وأكثر.